يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذت قرضا من أحد البنوك هنا وتأخرت في دفع أحد الأقساط. أخذت قرضا من أحد البنوك هنا وتأخرت في دفع أحد الأقساط، فطلب البنك مني دفع 300 ريال زيادة على الأقساط لأني قد تأخرت 3 أيام، فهل هذا من الربا؟ هم سيطالبونك في هذا، تخاصم أنت وياهم في المحكمة والقاضي ينظر في المسألة. نعم، هذه خصومة. نعم.